باي باي يوم انباع. ايه انا بوي شواهد ودبلومات وعني في بلاد بور. شنو نعمل اشنو ندير اللي يجيب التيفير بوي خدام في ديور الناس شو مش طلع لي في الراس انا ود بنتي نحن الراس كان عندي وما كان باس ما كان باس بنت الأصل والمهدي حلو وعسل وعيدة سيدك لكل أنا وبنتي بحرم القلب دليلة بنت الأصل والمهدي حلو وعسل ماما عيدة سيدك لكل أنا وبنتي بحرم القلب ماما بوز كان شفت كام فيك وعيش بخير كان رجل كام قرف وتقابل بغير كان وجد حلو وأشكال العسل طاوة والحتاق أخوكم تطبخ بير دولينا هادشي خلينا نتفرجوا كتبي الشو بابا ابو سعيد ابو سعيد صافي شوفوا تفرجوا كتبي الشو باكي لا خطبي لا والو حنا دابا خدامين واش الصالون عاجبكم غيجي دابا شي واحد براني يدخل يلقى هاد الحاله هادي واش عاجبكم نتوما الحال اللي بغى يتفرج يمشي لبيتو يتفرج كل واحد عنده تلفزيون في بيتو باهي لا هنيتينا بابا قول لي عافاك بابا واش بصح ماما جاتك نسمعنا هنا في الفيلا لا 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 غير هاد الويكاند حيت دليله مسافره وهي طلباتها قالت لها واش يمكن لي نجلس مع الوليدات بغات تجلس معاكم وتريح معاكم شويه من نهار وليتي معانا ابو سعيد في الدار والعائله غادي كتكبر مازال نشوف واش مخبي لينا القدر انا ما فهمتش اللي عندك عندك معايا انا هنا شنو انت فهمتي انتي فهمتي وغتهناي من هنا شهر غتوجد لي الفيلا ديال ماما غنمشي معاها نعلو الشيطان نتوما راكم خواتات وانا اللي مول الدار وما قلت والو شتي عجبك الحال سوليها قولي على راسك قالك تقوليها ليا انا واش انا دابا فين ما نجي تبداو تضربوا وتجبدوا الصداع مع بعضياتكم بحال هكا ماشي حشومه دابا هو اللي صغير تيعطيكم النصيحه خصكم تعرفوا واحد القضيه بلي راه حنا عائله لا انتي ولا انتي ولا هو ولا ماماك ولا دليله ولا عايده ولا انا احنا عائله وحده ما كاينش فرق بيناتنا خصنا نبقاو ملتحمين ونحبوا بعضياتنا والحمد لله اللي ربي جمعنا ولا انا غادي يطلع لي الدم غادي نهرب من الدار ما بقاش تشوفوني كاع حلف غنديرها اي غادي نديرها واخا غادي نبرك على قلبي وغادي نديرها لانكم فقستوني حتى واحد ما كيديها فيا دائما كنضربوا وتردوا الصداع ما كتفكروش فيا انا مسكين اللي بالك ضربت عمارة وهز الدار كلها بوحدي لا غادي يمشي بحالي غادي يمشي بحالي حتى غير انتزاع والعيش متشرد حتى واحد ما يمكن يسول فيا صافي صافي لينا صافي اسمح لينا ما شكون ليا ما باقيش تضربوا لا صافي ما باقيش تغصبوا صافي واخا ماشي باش كنجبروا الملاقة في الضرب عجبك المحل شتي بنتي سافرت حتى نسي ليها بيتها وما بقى والو نعطيك اختي السوارات ونخرجوا حنا من الدار الله يهديك عايده راه غير دليله طلباتني ندوز هذا الويكند مع الوليدات ومن بعد نرجع بحالتي للوطيل بحال اللي دار سعيد جا موقت ولا مؤبد واش كيحسب لك ما عندي فين نسكن راه غير تواضعت وجيت جلست معاكم هنايا خاصك تشوفي داري كي دايره بعدا في دبي عاد هضري داري في دبي ديك الساعه ديري لها لورمات وجيبيها نشوفوها هي حيت ولفتكم ولافتكم وداكشي علاش فهاد الفيلا الجديده اللي كنبني راه درت لك فيها اون سويت غادي تبقى تجي عندي الوقت اللي بغيتي هي الا مشيتي تيتشويت عيديا دابا واش كتجري عليا ولا كيفاش شوفي اكره ما اكره هو تقولي لي العيديا واش بغيتي نقول لك صفيه لا 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 الا صفيه انا نقول لك عايده وانت تقولي لي صوفيا صافي عايده 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 الحقيقه حتى انت راك وليتي عزيزه عليا حتى انت عايده عزيزه عليا مقطره لي من العينين قولي لي دابا انت وسعيد راكم باقي مزوجين اداريا مزوجين اما حنا الا كانت على النيه ديال الطلاق درناها 18 عام هادي علاش بنتي ما تجمعوش وتجمعوا هذيك البنيه وتجمعوا الشمل علاش الله ينجيني اش بغيتو
ولكن هو راه باقي كيبغيك، ما شتيش اش دار معايا داك خينا اللي كان كيدور بيك؟ هي هو باقي كيبغيني ولكن بحال اختو، وتا انا كنبغيه بحال خويا. سعيد واخد حياته كلها ضحك وتفليه، هو ولد الدرب وباغي يبقى ولد الدرب، داك المفهوم القديم. معنا مشيت بعيد. مشيت بعيد، ولكن انت راك بنت الدرب ما تنسيش راسك. كانت بنت الدرب، الحمد لله اللي تفكيت منه، عفا علي الله. انت تفكيتي منه وحنا طليناه. شكون انا اللي طليته؟ الغسول. انت الحمام. زعما انا 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 كتقتلني، ما كتعرفي واش معاك ولا ضدك. والله الا عزيزه عليا. حتى هي عزيزه على انتيا، كتموت عليك. شكون اللي قال اننا باقيين مزوجين انا وياك؟ اداريا الغلط ديالك سعيد ما دفعتيش الطلاق. وانت باش الغلط ديالك اللي هزيتي راسك وزدتي بلا ما تطلبي الطلاق. انا كلفت بابا وما عرفت شنو انت درتي انت وياه، واش متفقين ولا ما عرفت شنو وقع. وعلاش ما تقوليش ان انا داخليا ما كنتش باغي نطلق؟ داخليا ما كنتيش باغي تطلق؟ ممكن، ممكن حتى انا. سلام. ماشي السلسله ديال الوالده هذه؟ ياتي عقلتي عليها. اييه هاد السلسله باش خطبتيني. راه ديال الذهب. ذهب ماشي كحالت وعاد عاود شللتها. خلنا لك بالله ذهب قال لي. اذا انا ما مسكينه امي نهار عطاها لي ابو وياك عاد بالها انها ذهب وكتقول لهم خلينا لدوير الزمان. سبحان الله كذابين كاملين. ولكن عزيزه عليا هاد السلسله وباقا مخبها. مازال مخبعها، تفكرني بذكريات بزاف. تخيل عقلي حتى على النهار اللي عطيتيها ليا. انت عاقل؟ معلوم عقل عقل. يلا انت شو واحد ينسى هذه الايام الزوينه؟ عطيتها لك لالا في كنا في كنا في عقل عقل كنا في كنا في كنا في ريستورا. ريستورون؟ على انت بعدا كان عندك فلوس ريستورون؟ ماشي كنا عند هذاك مول سايكوك اللي حدا سيدي مسعود؟ ايوا ولكن ريستورا سايكوك فين غناكلو؟ غير هي ريستورا كانت قيطون ولكن ريستورا. واخا سيدي انا ندوز لك هادي. عقل عليا شنو كنت لابسه؟ كنتي لابسه عقل 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 على يلا بسرعه عقل. ما كنتش غادي ننسى انا غادي نشارك اللحظه الجميله وننساها ما يمكنش ننساها انا. وشنو لابسه انت؟ كنتي انا لابسه كسوه. كسوه. برافو عليك. عقل عقل. اش من لون يلا؟ لون؟ لون تو عقل اللون بطبيعه العقل اللون اللون كنتي لابسه لون فانيلي احمر. شتي معقل على والو؟ لا لا هي فعلا حيت كان كنتي لابسه الاحمر هي حيت مني صبنتيها وخليتيها في الشمش باتت ولات كتبان بحال الفانيلي. شتي والله ما عقل على شي حاجه، انا باقا عاقله على كل شيء. نقول لك انت شنو كنتي لابس؟ الله قولي كنتي لابس داك الجين ديالك الزرق اللي طايب من ركابي. بصيف غتعقلي عليه حيت هو اللي كان عندي ما عمرني انا بدلته. ماشي نتايا والله الا الله رب عيد الحب ولبس لك كسوه حمراء في الاخر غادي بينا كل سايكوك في سيدي مسعود. مالك سيدي مسعود سهل كان الربيع وكان بالعمان شي وانت هو لابسه الاحمر وسط منه راه سحابو كامل العمانه. اش من بالعمانه اش من شتي انا على هادشي علاش تفارقت معاك؟ على هاد الفقر اللي فيك وعلى قبل الرومانسيه اللي ما فيكش حسها. فهمتي؟ تعيري دابا يلا سير وجد ديال الطوموبيل عندي واحد الغرض. بركة عليا من هاد الهضره الخاويه. البوي صافي دابا رجعت بوي ما بقيتش انا هو الرومانسيو. واجي نسي الطوموبيل نسي هذا علاش من 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 ديكش انا وياك ونرجعوا لايام زمان ونركبك معايا على الموتور. الا الموتور. علاش الا الموتور؟ ماشي اش دارونا داك العام على الموتور؟ شو هنا ما كيقدروش الظروف ما تقاد عليا ليسانس اش غندير؟ راه حاضرين هادي نيته معوجه. انا عارفه نيته معوجه ناقص انا من الموتور ناقص من الموتور عمرني انا ما بقيت غنركب على الموتور. تعقدت من الموتور بسببهم تعقدت من الموتور. بابا بغيت ندوي معاك. هي الاولى تفضلي. واش بصح غترجع مع طاطا صوفيا وتعيش معاها في الفيلا؟ شكون اللي قال لك الهضره هذه؟ نهيلة. وبصراحة ما بغيش نتفارق مع طاطا دليلة.
اولا هادشي ما كاينش، ثانيا خاص تعرفي انني بالنسبه لطاطا كذلك بالنسبه لي انا خدام عندها، انا غير خدام في الدار، واحد النهار خصني ضروري نمشي ندبر على راسي. ودبر على راسي كنت هنا سيري كوني تحشمي مزيان بابا. انا في هاد الدار وحسب الاستقرار بغيتك تحافظ عليه، ولا ما عمرك تبقى تشوفني. شنو ولا ولاو كيهدوني هادو؟ هاي دادي. نهيلة اجي اجي بغيت نهضر معك. حتى انا نيت بغيت نهضر معك. تفضلي. شوف مستر سعيد. واخا ميس نهيلة. بابا انا كنشوف انك انت وماما مخلوقين لبعضياتكم، واخا الزمن فرق بيناتكم ولكن ما طلقتوش. هذه كتبان ليا ماشي صدفه وانما قدر. ما تقاطعنيش الله يخليك، خليني نكمل. انا كيبان ليا بانكم خصكم تكملوا داكشي اللي بديتو وتجمعوا العائله ونعيشوا مع بعضياتنا. إيه انا متفق معك ولكن ما كاين ما ولكن. كتفكروا غير في راسكم، وانا شكون اللي غيفكر فيا؟ ولادي اش غنقول لهم؟ ولادي خير ولاد مستقبلا مستقبلا ماشي اخ خلاتينك. يمكن بصح بابا ما تصورش شحال كنتحرج ملي كيسولوني صحاباتي عليك انت وماما. اش نقول لهم؟ مطلقين كنقدرش، ولكن قسما بالله وتكملوا على هاد الحال حتى ندبر عليه كما كان ونتزوج به ونهرب معاه. أولي أنا وليت والد برلمان، كل واحد كيجبد القنت. ألولي كلام هو ألولو كلام، وكان بيني وبين خلصة. فريد الأطرش في التقار. إيوا كون بغيتيني نغني شادية ولا عبد الحليم حافظ كون وقفتي معايا وعاونتيني وجيتي مني. أنا طلبتك باش توقفي معايا وتقول لها ما تطلقش والو، ما درتي والو ماما عايدة، ما نعتمدش عليك أنت. عطاك الغمة. اش غندير اش غندير؟ هي فين وانت فين؟ يبان لك الفرق يا مسكين. ايوا دابا اما كيف كانت هي؟ كانت هي مقرده بحالي، شنو كان عندها؟ هذا بدات تزدوها الفلوس صافي فرعنات. وانت ياك حل عفطات كديرهم سيني. لا برا جايه نهار سان فالونتان فرحانه بيك ولبسك سوا حمراق وانت غادي بها تاكل سايكوك. ايوا مالا مشينا لبلاصه فيها الطبيعه. راه الناس كيقلبوا على الطبيعه، خرجتها وكنا جالسين في الربيع خضر وداير بها باللعبان وبخير وعلى خير ورجعنا مرتاحين وكنضحكوا. مالك؟ مجرجرها في موتور. ما كانش عندي ليسانس، ما كانش عندي ليسانس. انتوما ماكم نيتكم ناقصه. شنو؟ يلا موجود؟ موجود. يلا فين؟ نمشيو نتسالاو؟ لا غنمشيو ناكلو ببوش، غنمشيو نبداو الاجراءات ديال الطلاق. لا لا صافي صافي، لقيت لك المحامي اللي غادي يمشي معاك ويصاوب لك الوراق كلهم. الله يعطيك السره عيده، شكرا بزاف. ايوا كي جيتك زعما باغا تطلقي؟ ايوا شنو شنو غادي نبقى انا حياتي كامله كنتسنى انت تزوج وقت اللي بغيتي وانا نبقى جالسه؟ لا 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 ما عندوش الحق، ما عندوش الحق يتزوج الا الى خدا الاذن ديال المراه الاولى. اي الله يجيبك على خير، ما بقاش هادشي. راه دابا عباد الله كيزوروا شحال من واحد كيجيب شهاده العزوبه، شحال من مره مسيقه كاع الراجل ثلاثه وربع كاع مسيقه هي الخبار. وين مشاو تحصلوا فيه على هو ولا داك اللي زوروا مشاو فيها؟ يلا اشنو دابا انايا ما عنديش الحق انا نعاود حياتي نبقى تحت الرحمه ديالك؟ واش انت واصع ليا؟ هي عندها الحق، وين تبقى راه انا خصك تلقى المراه تمشي تشوف هي راسها. ايوا كي جيتك. ولكن انا ندير معك واحد القضيه، علاش من نهار تلقى ان شاء الله الزوج المناسب اللي غيتزوج بك اجي ديك الساعه عندي ونعطيك الطلاق ديالك. اسمع سعيد، يا اما غادي تمشي تطلقني يا اما غادي نرفع بك دعوه ديال طلاق الشقاق. واحدة من الجوج. ناري مشيتي فيها. ناري عرفتي شنو هو طلاق الشقاق؟ شنو هو؟ خاصك تخلص عليها الصير ديالها وديال بنتها وبالدوفيز. علاش بالدوفيز؟ لأن ما كايناش هنا ماشي في المغرب. لي كوش فلوس لهي، الحليب فلوس لهي، الماكلة فلوس لهي. مشيتي فيها. إلا تلقاو فيك تبقى مؤبد. أنا ما عنديش لا فلوس هنا بقى فلوس لهي. انا بغيت نحميك، انا بغيت نحميك من الذئاب، حيت الا بقيت مزوج بك غنحميك من الذئاب. حتى دابا مريتي من واحد التجربه خايبه، فهمتي يا ماما عايده؟ يا كان اللي فكيتها من هذاك السيد اللي كان غادي يديها هو كان غيتفلى عليها. كاين شي ديب قدك. كي جيتك
تبارك الله عليك. ياك وانا ما نسهلش اللي مشيت مسكين عاونتها، كان غير يضحك عليها ويضحك على بنتنا ويدي لها رزقها، شكون اللي وقف معها؟ هادي عندك في الحق. ايه عنده الحق، كان غادي يحميك من هذاك الباندي اللي كان باغي يدور بيك. ايوا كي جيتك يلا نمشيو صافي من هاد الهضره، يلا نمشيو، خصني نطلق هي خصني نطلق. دابا انت واخده عليا فكره بحال انا مغول ولا ما نعرف شنو هو، خصك تعرفي بان شكون اللي تخلى على الاخر، واش انت اللي تخليتي عليه ولا انا اللي تخليت عليك؟ صافي سي تخوطا غسعيد، دابا بغيت نطلق باش ننقذ عن حياتي. هي بغيت تهربي من المسؤوليه، كان عليك على الاقل تشاوري معايا قبل ما تهزي بنتك وتهربي. شغن تشاور معاك وانت تشاورتي معايا بعدا اللي تزوجتي ولدتي بنت اخرى كاع. عنده الحق، سمحي لي راه عندك السويرتي اللي ما رجعكش من المطار، كيفاش مشيتي وهربتي وانت باقا مزوجه؟ ايوا كي جيتك هاكا معاك. وثاني انا الا تزوجت راه عندي الحق نتزوج. هو لا هو راجل ولي عاد قبل زواج ما يمكنش. ديال هو راجل عنده الحق يتزوج وانا مسكينه نبقى نتسنى فيه تيطلقني وما يبغيش يطلقني حياتي كامله. ايوا راه خصك تعرفي بان الغلط ماشي مني انا راه مشيت سولت عليك، ماشي باش جيتو سولت عليك، مشيت لعندك، مشيت للدار، مشيت عند باك وعند امك ومشيت عندهم شراو عليا وشيروا عليا ما نعرف ماش وكيعايروني قدام الدرب وقالوا لي ما بقيتش تجي لهنا وبنتنا راه مشات تعيش حياتها وبقاو يسبوا فيا. قلت لهم قال لي ما سوقناش وما قالوش لي بانك حامله ولا عندك بنت مني، يعني ضربوني كلشي في الزيرو ما سقت خبر حتى رجعتي. وعلاش ما طلقتينيش ديك الساعه؟ ما طلقتش، يمكن تشغلت او لا نسيت ولا ما ديك الوقت. عرفتي علاش؟ حيت ما كتهتمش، حيت ما شغلكش، كيهمك غير راسك. كيفاش ما كنهتمش؟ انا بالعكس كنهتم، انا كل ما كنتيش كتهميني لا انت لا بنتي ما نديرش. دابا الا بغيتي تمشي تطلقي صافي نمشيو نطلقوا، ما كاينش مشكل. يلا هي الاولى، يلا ما كاينش مشكل، يلا زيد ولا بغيت نصوب الغدا نكمل الغدا ونمشيو نطلقوا. زيد ما عندوش مين يدوز ليا، حنا غنتغداو على حسابها. يلا لا انا كرفض، انا اللي غادي نعرض عليكم الغدا. تعطينا الغدا؟ انا ما رضاش تخلص عليها. وثانيا انت راه فرحان للطلاق، غنمشيو نعرض عليكم الغدا ونحتفلوا بالطلاق ديالنا. ايه راه ولاو يحتفلوا بالطلاق. مالها فين غتدينا بالسلامه؟ نديكم للريستورون. اين الريستورون؟ ناكلوا سايكوك. كنموتوا بالجوع وغير صبتي. نهيلة انت هي الكبيرة، جبدي شي حاجة من الثلاجة وديريها في الميكرويف، راه كنموتوا بالجوع. ياك عندك رجليك، ايوا نودي الكوزينة. انا ما عنديش الحق ندخل الكوزينة. ايوا انا ما مسالياش. كون غير كان عندي الصوت نعيط لماما تكوموندي لي شي حاجة ناكلها. مالك تسطيتي؟ ماماك من فرنسا تصيفط لك لهنا تاكل شي حاجة. ايه هو مالك؟ ومع الانترنت يجيبوا لك الماكلة من اي قنت. ايوا صافي انا نوجد لكم شي شهيوة. غتصيبي لينا شي حاجة؟ لا غير غنتيليشارجيها لكم بلاش كاع. تم الباب محلول، الله يستر. سلام. سلام. مالكم ياك لاباس؟ كنموتوا بالجوع. على فين هما مالين الدار؟ خرجوا خلونا كنموتوا بالجوع. انا واخا فيا الجوع راه ما غرجعش معاكم. خليني نمشي نشري لهم شي حاجه ياكلوها. شنو؟ عطيني الحبيب. يلا نوض يلا وريو الكوزينه وليداتي نطيب لكم ما تاكلوا. يلا يلا وليداتي وريوني الكوزينه فينا هي. ها هي امي لالا، ها هي. ويلي ويلي الفيلا والجوع شمعتها عليا مغطات ودنيا. تا يبقى تتصاور بلاكار هذا الثلاجه. تا شو الثلاجه كي خاويه عمره؟ شنو؟ خاويه خاويه تتصفر. هذه العمورية وباز. أنا وليداتي غدا نصايب لكم دابا شي شهيوة. دابا دابا شد شد عاوني القاس. شناهو زعما نتيا كتعرف الطيب أحسن من بابا؟ هاي 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 هكا. عمو سعيد الماكلة ديالو عزيزة عليا حيت ماما هي اللي علمته يطيب. ماما هي اللي علمته يطيب رابحه الحوله. الله يرحمك على رابحه. شنو هو؟ كتمكل الدرب كله. اش كتسمك له؟ لا لا فين كتعرف طيب انت احسن منها، انت احسن منها. انا من نهار كنت هذيك الحرور عندها وهي كتضرني بمعده. مع من حارده وشد شد راك خارج على التغطيه. دير دير يرجع لك الريزو. سير يا يلا وعاوني. يا هذا غادي يرجع لي الريزو. اييه انا غطيب لكم دابا واحد شهيوة مشهيواتي.
ياك ما بحال داك اللي كديري لنا في الدار بلا لحم. ومالها كي جاتك؟ الخضره فيها الفيتامين، الخضره البليله ديالها نشاها كله فيها. هاد غيما الا كلتي بحال كلتي كيلو ديال اللحم. ايوا دابا تشوفوا غتغرقكم مرقه معلوم. يلا سيروا راجعوا دروسكم تنجيب لكم الشهيوه تال بين يديكم. يلا سبحان الله امي لالا كنشوفك في الكوزينه كنحس بالفقر والله. سير الله يمسك. ما راه قلت لك كتحس بالفقر مزيان تبارك الله. ارى لي هذيك العطريه مهدي. اش كديروا نتوما هنا؟ وتقولي السلام عليكم. شوفي بارك الله فيك انا راه طالع لي السكر مفرفر ورا الكاذيه محشوشين وما قداش نوقف. انا راه دايره اخير في الدراري نتوما خارجين ومخلين الدراري بوحدهم ومخلينهم ميتين بالجوع. شوفي 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 يكون فيك السكر ولا السنيده ماشي شغلي انا. اش دخلكم الكوزينه؟ الكوزينه معقمه ما خصناش لي فيروس. ويلي حشومه عليكم دخلوا الكوزينه بعدا من قله الادب انكم تجيو تدخلوا الكوزينه ديال الناس. ياك لالا هي احنا فيروس. لا ماشي نتوما حاشا. سعيد هو الفيروس الكبير اللي جا ودخل لهاد الدار وعشش لي هنا وطلق عروقه. ها اللي نعس في الكوزينه، ها اللي نعس في الصالون، ها اللي نعس الفوق بزاف. واه الاكسجين ما بقاش عندنا في الدار. شوفي بارك الله فيك راه ما جايينش نسعوك وما جايينش نطلبوا من عندك. اللي جايبناه لهاد الدار باغي نطلقوا بنتنا ونشدوا النفقه. نفقه عولتوا على سعيد شديتوا شي نفقه؟ هذاك راه مكرع ما عندوش غادي يدوز هذيك النفقه يصرفها حبس. لا حنا راه باغيين لا نفقه لا حتى شي حاجه، بغينا غير يطلق لنا بنتنا. اشنو هو؟ شنو النفقه؟ خصو يحط لنا النفقه. شكون اللي قالها النفقه؟ النفقه ولا غنديروا هنا نعاسه؟ نعاسه؟ وحنا فين غنعسوا في الطوموبيل؟ ها هما جاو. اش درتو؟ ما بغاش يطلق. ثم باقيين هنا قال لكم لا تاخذوا شهادة السكنة. ما طلقتوش؟ لا غير كيوصلوا عند المحامي كيبدا الحنان. هي كتبغيه هو كيبغيها وما بغيتش يطلقوا. وملي قلت ليها ديري الطلاق الشقاق ما بغاتش داروا لي انا الشقيقه في راسي. انت السبب بابا ملي خليت لك الوكاله هذه 19 عام كنتي تتكلف ماشي نولي دابا انا جريجري عند المحامين. ولكن في الحقيقه بنتي عشتك حامله وقلنا هذيك البنيه خصنا نضمنوا ليها الوريقات ديالها وكتعرفي مع الوقت وهذاك تشغلت ما نسيت وحتى دابا غادي يطلق رجليه فوق راسه. حتى دابا غادي يطلق رجليه فوق راسه. انا راه ما بغيتهمش يطلقوا. جالس انا في كوميساريه كتعطوا في لي زون. شوفي يا بنتي يا نهيله اللي بيني وبين امك علاقه حب زوينه عمرها ما غادي تنسى اجمل لحظات وانت هي الخلاصه ديالها. وقد ما كنشوفك تتكبري هذاك الحب تنشوفه تيكبر لانك انت اهم شيء في حياتنا. انا ماشي ما بغيتش نطلق انا بغيت غير تعترف قدام بنتها وقدامكم انني عمرني ما تخليت عليها وبان صورتي قدامك تبقى دائما مزيانه وبانني انا عمرني ما سمحت فيها. واخا سي سعيد بغيتيني نعترف انا غادي نعترف. انا ما كنت باغا نقول والو باش ما نخيبش الصوره ديالك قدام بنتك ولكن دابا ملي بغيتيني نقول كلشي انا غادي نقول داكشي اللي كنت مخبيه عليها 18 عام هادي ولا 19 عام. شوف انا هايله بابا قبل ما نمشي لدبي صيفط لي واحد الرساله مع ماما وهذيك الرساله كاتب لي فيها بلي ما بقاش بغاني وبلي ما قادش عليا وما قادش على المسؤوليه. واش كاين شي مره غادي تبقى مع شي راجل ما باغيهاش؟ لا ما يمكنش. حتى انا ما رضيتش وجمعت حوايجي ومشيت لدبي. واش انا صيفط لك شي مره؟ اييه ها هي بخط يديك بابا سعيد ارجع الله ياك ما تفليبيتي. واش راه كيفليبي؟ هذه الرساله اللي صيفطت لك واش فراسك بانني توصلت بنفس الرساله بحالها عطتها لي امك؟ اي كتقولي فيها نفس الكلام بانك ما حاملانيش وبانك ما باغاش تجوجي بواحد مقرد بحالي وبانك كتقلبي على مستقبل الكبير وباغا تمشي لدبي وباغا تعيشي بخير وبانك كتفكري في مستقبلك. هادشي كله مكتوب وبخط يديك. ماما الحقيقه ما بغيتش بنتي تزوج من الدرب بولد الدرب وتبقى في الدرب. ملي شفت ديك الكونترا دا جات من دبي بغيت بنتي تمشي تنقد راسها
تنقد بنتها وتنقدنا حتى حنا والديها. وتغرقيني انا ماشي حشمه عليك ماما. تفرقي بيني وبين الرجل اللي بغيت في حياتي من بكري وانت يا ماديه. اريفيست ما في عبودك يا كنواقصي ما حشمتيش. ولكن بلاتي كيفاش ما عرفتوش الخط ديال بعضياتكم؟ ايه عندك الحق انا هيله الخط انا كنعرفو الخط ديالك والخط ديالك هو هذا وانت انت الخط ديالك هو هذاك. كي درتي تكتبتي هادشي؟ سمحوا لي راه مشيت عند واحد السيد مزور وزور لي هاد الوراق. هاي عصابة انت يا مجموعة فك عصابة انت يا مجموعة انت خصك تمشي انت مجرمة هادي مجرمة هادي. صافي سعيد انا الصراحة كنت باغا نزيرك على النفقة وعلى المصاريف والمستحقات ديالي مش حيت انا باغا الفلوس غير باش ننتقم منك حيت كان كيحسب لي انت اللي تخليتي عليا ولكن دابا تقدر تطلق. كوني هانية انا طلقت قبل ما نجي هنا وسنيت الوراق عند المحامي راكي طالقة ويمكن لك تمشي تاخذي وراك. نهيلة 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 ويلي نهيلة والله الا دار بصح طلقني. ايوا داكشي اللي كنتي باغيه مالكم دايرين لي القوق باغا تطلقي ما تطلقيش ملي طلقك بديتي تغبني نتوما هما هذوك العيالات يا لطيف. يلا نمشيو حالتنا اش بك الحال هما تطلقوا والنفقة اش من نفقة ما كاين لا نفقة ولا شي حاجة اخرى تشتك سير تنفق عليا معلوم نتنفق عليك وغادي نبقى كنغوت عليك عجبك الحال هي هذيك ما عجبكش الحال انصيفطك لداركم وبلا نفقة هو خاص المعطف. صافا صافا انتي صافا صافا انا صافا انت صافا صافا ياك انتي صافا 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 تصوب لي شي قهوة؟ اه نصوب لك قهوة انا بوي نصوب لك القهوة ما كاين مشكل. ما مقلقش عليا؟ لا شنو نتقلق عليك عادي تقلق زعما حيت طلقنا. ايوا واخا طلقنا ما تيمناش انني نصوب القهوه وتاليا واخا طلقنا خصنا نبقاو صحاب بصح. ما كرهتينيش؟ لا بالعكس علاش غنكرهك؟ مايمكنش نكرهك خصك تعرفي بانني انا كنبغيك وغنبقى دائما كنبغيك. احنا كبرنا وحنا صغيورين اللي بيناتنا اكبر من طلاق ومن جواج ومن بصح زايد. ايه وما كتبغيني معلوم كنبغيك زعما احنا ماشي وتاني ما تنسيش بان راه بيناتنا بنت. مبروك مبروك عليكم طلاق اوفيسيال. الله يبارك الله يبارك فيك. وبهذه المناسبه بنتكم خلات لكم رساله. ايه اشنو فيها؟ اشنو فيها؟ هربات اويلي أنا غير أنا
خاوي اللي كتقول شعرتي راسي معاك كتهضر سيدي حمد ورا سبع سلامات يا في سلامه يا الغادي زربان وابا يابا يابا طالع دابي وسيدي حبيبي وعلى قبله بيتا نمشي ونجي هذا مكتب ورا زيد تحرك يا مجدع زيتي شحال ما زايتك على قبله بيت عساسه هذا مكتب وعلى قبلك ما مشى ترويسي سيدي حبيبي لا 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 لا, لا يا المعلم وانو تكلم لما انتاني العزيز صحاب الهميان هم حدايان على الندبة وجي. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك لقناة شادة تي في مع تفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. مع شادة تحلى المشاهدة. شادة أول قناة فنية بالمغرب.